رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تعمل على محاور عدة لتوفير الدولار، ويتوقع جمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015. وزارة الزراعة ترفع مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء لصرف 200 مليون جنيه لإنقاذ مزارعي القطن وتعويض خسائرهم. البحرينيون يقاطعون شراء اللحوم بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن اللحوم منذ الأول من أكتوبر. مشاهدينا مرحبا بكم، نشرتنا الاقتصادية المفصلة تأتيكم من النيل للأخبار في موعدها. والبداية، قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن مصر تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015. وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الأموال ستأتي من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، بجانب طرح أراضي للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار. وأوضح إسماعيل أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتوفير الدولار لزيادة موارد البلاد من العملات الصعبة من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد. وكان البنك المركزي قد أعلن الأربع الماضي هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.76 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 16.335 من الألف مليار دولار. كشف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي عن إطلاق الإصدار الأول للقاعدة القومية لشبكات 2015، وذلك لربط قواعد البيانات للوصول إلى الفئات المستهدفة. وأوضح العربي خلال مؤتمر الابتكار في الحكومة أن ذلك سيتحقق من خلال مؤشرات فعلية وليست تقديرية في ديسمبر 2015 للوصول إلى الفئات المستهدفة من البرنامج. واعتبر وزير التخطيط ترسيخ فكر الابتكار وخلق جيل من المتميزين هو أفضل استثمار، لأنه سينعكس إيجابا على الإنتاج والناتج المحلي في مصر. أكد رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد صلاح السكي أن المستهدف القومي للوصول بإنتاج الطاقات المتجددة يصل إلى 20% من إجمالي التوليد حتى عام 2022. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي الخاص بمشروع تعزيز كفاءة الطاقة المتجددة واستخداماتها بالدول المتوسط. في إطار خطة الدولة لدعم مبادرات الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، عقدت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مؤتمرا دوليا لتعزيز كفاءة الطاقة في دول البحر المتوسط. احنا بنحاول من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ان احنا ننشر الوعي لتنفيذ مشروعات لترشيد استخدام الطاقة او الاستخدام الانسب للطاقة، مثلا زي السخانات الشمسية وخلافه، بالاضافة الى استخدام الطاقات المتجددة. يسمح هذا المؤتمر بتبادل التجارب في مجال كفاءة الطاقة بالإضافة لجذب رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال. المشروع ده بيضم دول من أوروبا اللي هو أسبانيا وإيطاليا، وبيضم من الجنوب تونس ومصر ولبنان. مهم جدا ان احنا ننشر تكنولوجيا الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة وتقشير الطاقة. الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ كافة العقود التي التزمت بها مع كبريات الشركات العالمية في مجال انتاج الكهرباء. مصر بتخطط دلوقتي حضرتك ان احنا لازم نوصل 2030 في حدود مينيموم 90 الى 100,000 ميجا وات. احنا النهارده الكهرباء المتولده في مصر لا تزيد عن 30,000 ميجا وات. السنه اللي فاتت كنا 26.5. باوامر السيد الرئيس برضه قدرنا ان احنا في خلال سنه واحده ان احنا نشغل محطات كانت واقفه، نطور محطات قديمه، نعمل محطات جديده في حدود 3.5 ميجا وات، وبالتالي وصلنا لرقم 30,000 ميجا وات. تستمر معدلات تنفيذ خطه عاجله لتوفير الكهرباء لسد احتياجات المواطنين في المقام الأول والمشروعات التنموية الكبرى في المقام الثاني. لحل مشكلة الكهرباء تقوم الدولة بعدد من الجهود الهامة لاستخدام الطاقة البديلة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على استمرار المواطنين في ترشيد الاستهلاك. من مقر انعقاد المؤتمر، نشوى صالح، النيل.
كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فريد عن تقدم الوزارة بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بتوفير 200 مليون جنيه بشكل عاجل من أجل إنقاذ مزارع القطن وتعويض خسائرهم وحصول كل مزارع على حقه كاملا. وتعهد الوزير بعدم ترك كميات القطن المخزنة لدى الفلاحين تتعرض للتلف. وزير الزراعة لفت أيضا إلى أنه سيجري عقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة للقضاء على المشاكل التي تعاني منها الزراعة في الموسم الزراعي الجديد. في غضون ذلك طلب أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية وزير التجارة والصناعة بفتح باب استيراد القطن قصير تيلة من دول المنشأ وإزالة معوقات الحجر الصحي الموجودة حاليا. كما طلب صناع النسيج الوزير بالعمل على تقديم مساندة مؤقتة لمنتجي الغزول القطنية والمخروطية، وتهدف تلك المساندة في المساهمة بتشغيل كامل الطاقات المتاحة في القطاع الخاص وزيادة المبيعات إلى جانب إعادة العمل بالنسب السابقة للمساندات التصديرية وعدم استبعاد المناطق الحرة من هذه المساندة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الحاج أحمد عياد رئيس شعبة منتجي القطن بالاتحاد العام للغرف التجارية. أهلا بك حاج أحمد، برأيك هل ترى الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الزراعة بمحاولة تعويض مزارعي القطن هي محاولة ناجحة للحد من خسائر المزارعين مستقبلا أم أنها مجرد خطوة حاليا للحيلولة دون وقوع هؤلاء المزارعين في مشاكل وديون؟ حاج احمد هل تسمعني؟ الو هل تسمعني حاج احمد؟ هل سمعت سؤالي؟ هو القرار طلع، مفيش قرار طلع لا، هناك قرار اصدرته وزاره الزراعه بتعويض الفلاحين عن خسائرهم من محصول القطن، هل سمعت به؟ مفيش حاجه طلعت لحد النهارده، وعشان كده احنا عندنا كلام تاني التنفيذ كان خلاص. نعم، يبدو أن الاتصال به مشكلة تقنية، سنحاول تكرار الاتصال مرة أخرى. متابعة النشرة، قرر الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل إلغاء الخصومات الكثيرة على مرتبات العاملين بورش سكة الحديدية وتوفير أفضل رعاية طبية لهم في الورش لخطورات طبيعة عملهم. كما كشف وزير النقل عن فتح أكاديمية النقل والتي ستتخصص فقط في تمويل قطاعات النقل بالخريج المخصص الفني المؤهل وستكون خلال فترة وجيزة. وأكد أنه سيكون هناك نظام جديد لبيع خردة السكة الحديدية يمنع أي تلاعب ويحافظ على حقوق الدولة. أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي عن قرب انتهاء صندوق تطوير المناطق العشوائية من تطوير 47 منطقة عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة. وأشار مدبولي إلى أن هناك عدد من المشروعات جارية التطوير بها ويقدر عددها ب40 منطقة ب18 محافظة. وأوضح الوزير أنه من أبرز هذه المشروعات تطوير منطقة مثلث ماسبيرو حيث سيتم خلال الأيام المقبلة. أصدر وزير القوى العاملة جمال سرور اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة وتخص عمال الزراعة والمقاولات الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم. حظرت اللائحة تقاضي أي مبالغ من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مقابل تشغيلهم، كما حظرت إلا عن طريق الإدارة المختصة في حالة الوفاة. للمزيد من المتابعة حول أحوال البورصة المصرية اليوم معنا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أستاذة حنان أهلا بك، ما تقييمك لأداء البورصة المصرية اليوم استمرارا بالمكاسب التي حققتها في نهاية الأسبوع الماضي؟ طبعا من الواضح جدا تفاؤل الجهة للمستثمرين المصريين اللي هم انتهجوا النهارده سياسه شرائيه، واستمرار التفاؤل من قبل المؤسسات اللي عملت قوة شرائيه جيده دفعت بالمؤشر الرئيسي لارتفاع اكثر من 75% في المية. ارتفاع المؤشر ارتفاع السيوله الموجوده لان التداول السعري اكثر من 600 مليون،
مع مقابل 600 مليون اخرى سندات وأذون خزانه متعاملين رئيسيين، ده ارتفع بالسيوله لاكثر من مليار جنيه. طبعا الصفقه تتعلق برسم الصالات والاستحواذ على بلتون، كانت هي مسيطره على افكار المتعاملين. بلتون طبعا ارتفعت اسعارها الفتره الحاليه اكثر من 2% لقطاع الخدمات الماليه، وهي تصدرت قطاع الخدمات الماليه باستثناء البنوك ودفعت القطاع للارتفاع. قطاع الاتصالات برضو عامل نشاط جيد جدا. كان في تصريح للسيد نجيب الصاوي بيقول ان هو عايز يضخ السيوله الجديده في البورصه لتنشيط الاقتصاد المصري ككل، والبورصه خاصه اللي كانت في الفتره اللي فاتت فيها نوع من الركود والانخفاض. هل هذه الانباء هي المحفزات التي حركت البورصه منذ نهايه الاسبوع يا استاذه حنان؟ طبعا كان ننتظر البورصه يعني زي ما تقول راكد مستني اي حجر يلقى فيه، والناس كانت مستعده بالسيوله للدخول في الاسهم وكانت عايزه تكون مراكز شرائيه، بس كانت متخوفه ان المؤشر ينزل اكثر من كده. هل تتوقعي يا استاذه حنان ان تستمر المؤشرات في اللون الاخضر في الايام القادمه؟ باذن الله في تفاؤل، وخصوصا المستثمرين المصريين ابتدوا يجمعوا وابتدوا يشتروا مؤسسات منتجه للسلسله الشرائيه، بس احنا متخوفين الفتره الجايه يبقى في من قبل المؤسسات نوع من جني الارباح، دوت الحاجه الوحيده اللي بتؤدي لانخفاض السوق. نعم. لو يصبروا شويه السوق يرتفع اكثر من كده وهنشوف يعني مؤسسات. اشكرك يا استاذه حنان رمسيس، اشكرك على المداخله وتوضيح لاحوال البورصه اليوم. ننتقل إلى البحرين، حيث قالت تجار أن سوق اللحوم المركزي في المنامة يبدو خاويا تقريبا من الزبائن، فيما يعد تصويتا عمليا بالرفض على قرار الحكومة لرفع الدعم عن اللحوم والدواجن في الأول من أكتوبر. هكذا يبدو سوق اللحوم المركزية في المنامة خاو من الزبائن، ما يعد تصويتا عمليا بالرفض على قرار الحكومة البحرينية برفع الدعم عن اللحوم والدواجن منذ الأول من أكتوبر. وخطوة رفع الدعم تتسم بالحساسية، لكن الحكومة تبدو مضطرة لذلك لتوفير المال العام بعد أن أضرت انخفاضات أسعار النفط بإيرادات الدولة. وتواجه تجارة اللحوم مصاعب كبيرة إزاء تلك المقاطعة التي يرى التجار أنها محاولة لدفع الأسعار للهبوط مرة أخرى. مثل ما تشوف السوق ضعيفة اليوم، والبيع ضعيف، بس مقاطعة الشراء نسبة ضعيفة كلش. ورغم أن المواطنين البحرينيين فقط سيعوضون جزئيا بدعم نقدي تقدمه لهم الحكومة، إلا أن تلك الخطوة أثارت جدلا كبيرا وتعرضت لمعارضة من نواب البرلمان الذين طالبوا بمراجعة الدعم الحكومي كله. هذا المبلغ لا يغطي التكلفة التي ترتبت على إعادة توجيه الدعم اللحم أو رفع الدعم عن اللحم، هذا واضح جدا جلي. بالتالي هناك اليوم موجة لمقاطعة شراء اللحوم وموجة من القصابين لمقاطعة أيضا بيع اللحوم، كل هذا تترتب عليه أمور سلبية في المجتمع. ما نطلبه يعني حاليا أن تعاد المفاوضات إلى طاولة واحدة، أن ندرس الدعم ككل. ومنذ بدء تراجع دخل البحرين من النفط في العام الماضي أصبح من الصعب على الحكومة الاستمرار في دعم السلع والخدمات، وتتعرض البحرين لضغوط مالية أكبر من بقية دول الخليج الأكثر ثراء، لكن الحكومات الأخرى بدأت كذلك في خفض الدعم أو تدرس القيام بذلك. وفي أغسطس قامت الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ أكبر إصلاح حتى الآن بخفض الدعم على الاستهلاك المحلي من البنزين. أنفق حوالي 400 ألف سائح صيني أكثر من 800 مليون دولار أمريكي خلال رحلات للتسوق والشراء قاموا بها في اليابان خلال عطلة العيد الوطني الصيني الأسبوع الماضي. ووفقا لتقارير اقتصادية، فإن جولات الشراء من السياح الصينيين استطاعت أن ترفع من قيمة اقتصاد طوكيو بحوالي 0.1%، وهو أعلى معدل يسجله خلال 20 عاما. أخبارنا الاقتصادية انتهت ولم يتبقى لنا سوى التذكير بالعناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تعمل على محاور عدة لتوفير الدولار، ويتوقع جمع 4 مليارات دولار من الخارج قبيل نهاية 2015. وزارة الزراعة ترفع مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء لصرف 200 مليون جنيه لإنقاذ مزارعي القطن وتعويض خسائرهم.
البحرينيون يقاطعون شراء اللحوم بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن اللحوم منذ الأول من أكتوبر. انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.